سريعا لمواجهات الفريقين، كيف واجه كل فريق الآخر ومين فاز أكتر ومين كان لي الغلبة من الأهداف، نعرف أرقام وإحصائيات المواجهة مع زميلتنا فرح حالي. مساء الخير يا فرح. مساء الخير عليك يا كريم، ومساء الخير على مشاهدي قناة أون سبورت في كل مكان. موعدنا الآن مع مواجهة جديدة من مواجهات مسابقة الدوري الممتاز، وموعدنا الليلة مع مواجهة قوية بتجمع بين الجونة ووادي دجلة، وهي ثالث مواجهات الفريقين هذا الموسم، حيث جمع بينهما اللقاء الأول في الموسم الحالي في 6 أغسطس 2018 في الأسبوع الثاني من الدوري، وفاز الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكن نجح دجلة في التعويض في اللقاء الثاني واللي أقيم يوم 10 أكتوبر 2018 في دور 32 من مسابقة كأس مصر، وفاز بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف. المستوى المتقارب بين الناديين في الدوري بيتضح من فارق النقاط، فالجونة لديه 16 نقطة ويتفوق دجلة بفارق نقطة واحدة. دجلة بيتميز بهجوم أقوى نسبياً من الجونة بمعدل 21 هدف مقابل 16 للجونة. هداف الجونة إسلام رشدي برصيد 5 أهداف، أما هداف دجلة فهو السنغالي إبراهيم ناداي برصيد 7 أهداف. دجلة تلقى أكثر عدد من الهزائم حتى الآن بالتساوي مع النجوم برصيد 9 هزائم، كما أنه الأضعف دفاعياً بتلقيه أكبر عدد من الأهداف بالتساوي مع الاتحاد السكندري باهتزاز شباكه ب30 هدف. أما الجونة فهو واحد من 8 أندية تلقت حتى الآن 6 هزائم في الدوري، واستقبلت شباكه 25 هدف كرابع أضعف دفاع في الدوري حتى الآن. مواجهة اليوم هي الأولى بين حمادة صدقي المدير الفني للجونة وتاكس جونياس المدير الفني لدجلة، لكن حمادة صدقي سبق لي مواجهة دجلة كمدرب مرتين أثناء تدريبه الإمبي، فاز في لقاء وخسر في الآخر. كذلك الحال لتاكس جونياس أمام الجونة، حيث لعب لقاءين، فاز في لقاء وخسر أيضا في الآخر. لتبقى كل المعادلات شبه متكافئة بين الكفتين في لقاء اليوم، ولكن أيضا كل الاحتمالات واردة. تفاصيل أكثر وتحليل مباراة اليوم بين الجونة ووادي دجلة مع الزميل كريم خطاب وضيوفه الكرام الآن في استاد مصر مرة أخرى.